اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه سي سات مع حلقه جديده من برنامجكم شخصيات هزت التاريخ. والنهارده بنختم بالحلقه الرابعه في الكلام عن شخصيتنا الاديب العالمي الروسي تولستوي. ووقفنا المره اللي فاتت في الكلام عن الازمه النفسيه الخطيره التي تعرض لها وهو في 50 من عمره حينما رغب في الانتحار وفقد اي معنى لحياته. وكان السؤال اللي داير في ذهنه وهو في قمة نجاحه وقمة مجده وقمة شهرته وقمة غناه وقمة صحته العقلية والجسدية، وهو في قمة ده كان في قمة ألمه النفسي والروحي، كان يبحث عن الإجابة عن هذا السؤال: أنا ليه موجود؟ من الحوادث التي أثرت في حياة تولستوي في الوقت ده هي موت شقيقه أخوه وهو في عمق نجاحه ومجده وصحته وشبابه. ويمكن هو ده اللي خلى تولستوي يقول إيه ده؟ طب ما ده مصيري. بس دي جدعنة وحكمة من تولستوي، لأن مش كل اللي بيمثلهم حد بيفكروا بالطريقة دي. أوقات بيفكروا إلى حين ويرجعوا تاني ينسوا ان فيه موت. ولم تستطع نظرية او علم ان تعطي تولستوي الاجابة عن هذا السؤال: ليه مات اخوه؟ يعني يقول تولستوي ويكمل في كتابه اعترافاتي: كان في اعماقي حنين الى قوة لم اعرفها، رغم رفضي بعقلي وقتها لوجود اله في تلك الفترة، فكر بالإلحاد، إلا أنه كانت هناك قوة في أعماقي تفوق العقل، مش عارف إيه القوة دي، أطلقت عليها وقتها قوة الشعور بالحياة. لماذا، بيتساءل تولستوي، لماذا لم أجد الإيمان وسط من يدعون المعرفة واللاهوت؟ ذهبت إلى البسطاء والفقراء غير المتعلمين، اللي هم الفلاحين اللي حررهم من العبودية، وجد إن هو اللي عبد مش هم. بيقول ذهبت إليهم وجدتهم في فرح وسلام رغم الألم والمرض والموت، رغم الألم والمرض والموت. فأدركت الحقيقة التالية، يا ريت الكلام ده بقى يظهر على الشاشة، بيقول إيه؟ الإيمان الحقيقي يمنح الإنسان إجابات معزية على مسائل الحياة. الإيمان هو قوة الحياة، بغير الإيمان لا يستطيع بشر أن يعيش في العالم. الحياة بغير الإيمان مستحيلة. خدوا بالكم حضراتكم، هنا الشخص اللي بيتكلم عن الإيمان في قمة نجاحه، لأن ماركس قال إن الإيمان والدين هو أفيون الشعوب تلجأ إليه الشعوب بسبب عجزها وفقرها وبؤسها وعجزها عن الوصول للعلاج، فتخترع أفيونة تشمها اسمها الدين عشان تتسطل وتغرس راسها في الطين وتنسى بقى الفقر وتقول إيه؟ أبانا الذي في السماوات هنتعوض في السماء. ده ماركس بيقول كده. لكن تولستوي كان في قمة نجاحه وقمة مجده وقمة غناه وقمة صحته، ليه بقى يبحث عن الإيمان؟ لا فقير ولا مريض ولا وحيد ولا محتاج. يبقى الإيمان هنا مش أفيونة، الإيمان هنا حقيقة وعلاج. عشان كده دي شهادة من تولستوي غير مجروحة، بيقول زي شهادة الأنبا أنطونيوس اللي ترك أراضيه وراح يترهبن، مش شهادة عاجز، مش قلة حيلة زي ما بيقولوا. بيقول تولستوي الإيمان هو قوة الحياة، بغير الإيمان لا يستطيع بشر أن يعيش في العالم. الحياة بغير إيمان مستحيلة. لقد أدركت الحقيقة التي جاءت في الإنجيل أن الناس أحبوا الظلمة دون النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يصنع الشر يبغض النور ولا يأتي إلى النور. لذلك عرفت
هذه الحقيقة على الراغب في إدراك معنى الحياة. لو عايز تعرف معنى الحياة تولستوي بيقول أن يعيش هو نفسه أولا الحياة بعيدة عن الشر، حياة صالحة، حينئذ تستنير بصيرته الداخلية فيرى المعنى الحقيقي للحياة. الله. ويكمل تولستوي ويقول إن معرفة الحق لا يمكن أن يحصل عليها إلا الذي يتمتع بالحياة الحق. إن معرفة الحق لا يمكن أن يحصل عليها إلا الذي يتمتع بالحياة الحق. بتدور على الحق اسلك بحق، هو بيقول كده. لقد كان قلبي، تولستوي بيقول لقد كان قلبي يتألم وفي أعماقي شعور مذيب يدفعني إلى التفتيش عن الله. هذا التفتيش عن الله لم يكن نتاج عقلي، بل بالعكس عقلي كان بيرفض وجود الله. في النهاية لا أجد التعبير عن حالتي أفضل مما يأتي. بتقول يا تولستوي، بيختم بقى خلاصة خبرته في الحياة، بيقول إيه؟ كمن وجد في مركب، إنسان اتوجد في مركب، دفع إلى عرض البحر، يلا انزل إلى عرض بحر الحياة، أعطيت التعليمات اللازمة للبلوغ للشاطئ الآخر، في شاطئ آخر عايز أوصل له، خدوا بالكم الكلام الجميل ومعانيه، ووضع بين يدي عدد كافي من المجاديف أجدف، ولكن يزداد طغيان الأمواج علي في البحر لتقذفني خارج الخط المرسوم لسيري. في خط مرسوم لي بس الأمواج عمالة تبعدني عن الخط ده. السفن حوالي إيه؟ كثيرون خارت قواهم، رموا مجادفهم، تركوا أنفسهم لبحر الحياة يأخذهم حيثما شاء. تركت نفسي مثلهم، أخذتني الأمواج إلى اليأس. تذكرت المجاديف اللي استلمتها، تذكرت الخط المرسوم لسيري، تذكرت الشاطئ الآخر الأبدية الذي أمرت أن أذهب إليها، فاستيقظت وأمسكت مجاديفي لأذهب إلى الشاطئ. فسر لنا تولستوي القصة الجميلة دي. في قصصك ما بتفسرش، لكن في مذكراتك أو كتاب اعترافاتك هتفسر. يفسر يقول إيه؟ الشاطئ الذي أسير إليه هو، أكمل إيه هو إيه؟ الله. ده تولستوي بيقول كده. والخط الذي تبعته عشان أوصل لربنا، تخيلوا بيقول إيه؟ التقليد اللي استلمته من الآباء، والمجاديف التي أعطيتها لتسير بي هي حرية الإرادة. الجمال ده، لتأخذني إلى الميناء الهادئ هناك حيثما أجد وحدتي مع الله. الله على الجمال. الله. وعاد تولستوي إلى الكتابة والعمل والدفاع عن الفقراء والفلاحين والبسطاء. وفي سنوات عمره الأخيرة اختلفت معاه الكنيسة في روسيا، لأنه كان بيعارض القيصر، لأن الكنيسة هناك للأسف في الوقت ده كانت خاضعة للسياسة الروسية، التي كانت السياسة الروسية تؤيد الرق والعبودية. فعارضت الكنيسة تولستوي، بل للأسف أصدرت قرار بحرمانه واعتبره خارج الجماعة المسيحية. لكن بعض الكنائس هناك رفضت تخضع لهذا القرار وقالت لا، تولستوي مسيحي حتى النخاع. وفي سنة 1901 كتب تولستوي عبارة جميلة وقال، عبارة تنفع لكل إنسان، لكل خادم، لكل أب، لكل أم، قال إيه؟ لكل من يبحث عن السعادة، قال إيه؟ قال إن الأوقات السعيدة في حياتي هي، ده خلاصة خبرة حياة 80 سنة، إن الأوقات السعيدة في حياتي هي
الأوقات التي منحتها كاملة لخدمة الناس. وقبل وفاته في القطار يوم 20 نوفمبر 1910، وعمره 82 سنة، قبل أن تتوقف نبضات قلبه، كتب تلك الكلمات التالية التي لا زالت تنبض بالحياة، خلاصة خبرته في الحياة: نظرت إلى غروب الشمس الرائعة، شمس حياتي يعني، اللي هو في سن 50 كان هينتحر. نظرت إلى غروب الشمس الرائعة، شعرت بالسعادة مش بالحزن ولا بالخوف، وفكرت: لا، هذا العالم ليس مزحة مش هزار، هذا العالم ليس مجرد حقل تجارب للانتقال إلى عالم خالد آخر، بل هو عالم من العوالم الخالدة الرائعة الأبدية تبدأ من الآن. إيه الجمال ده؟ يعني مش إحنا ترمينا في الأرض يتجرب فينا لغاية بقى ما نترك الحياة ونروح حياة أفضل. هي حياة أفضل طبعا، بس مش معنى كده أن هنا المعاناة الأبدية تبدأ من الآن. ملكوت الله داخلكم، الأبدية تبدأ من هنا، المحبة تبدأ من هنا، مش إمتى بقى الحياة تعدي عشان نروح السماء. لا، مش هذه المسيحية خالص. مش كده تولستوي يقول: هذا العالم ليس بمزحة مش هزار، هذا العالم ليس مجرد حقل تجارب للانتقال إلى عالم خالد أفضل. مع احترامنا لكل الألام اللي بنتعرض لها هنا، مع احترامنا واعترفنا بوجود ظلم على الأرض وعدم مساواة وفقر وألم، كل ده احنا ما بننكرهوش، لكن ده مش معناه أن الأرض هنا للظلم والفقر والمعاناة فقط. لا، نحن هنا لنحب ولنبدأ الأبدية من هنا. هذا هو من ضمن العوالم الخالدة الرائعة السعيدة، ده تولستوي بيقول، الذي يجب ونستطيع أن نجعله اللي هو هنا عالم أروع وأسعد مما عشناه، لمن يعيشون ولمن سيعيشون من بعدنا. كده نبقى بنختم كلامنا عن الجميل الرائع الأديب الروسي تولستوي، الذي كان يعبر عن فكرة من خلال قصة، معاناة من خلال معنى، قضية ما من خلال رواية. أسلوبه أدبي بليغ رائع، حياته المليئة بالأحداث، وهو يلقب بأبو الأدب الروسي، والبعض في روسيا يلقبونه بالقديس تولستوي. انتظرونا أعزائي مشاهدي قناة سيسات الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وشخصية جديدة من برنامجكم شخصيات هزت التاريخ.